من قرية موسى بن علي ببلد تكسلانت بباتنا ترتفع أصوات الفلاحين بنمرة تحمل كثير من الخوف، فمستقبل نشاطهم الفلاحي مبني للمجهول بعد توقف عملية السقي لعطب أصاب مضخة البئر الارتوازية. احنا دخلنا في المشروع هذا في إطار التنمية الريفية المستدامة، واستفدنا من هذا المشروع هذا في إطار المشروع المذكور، وتحركنا عندنا حوالي 180 هكتار استصلحناها كامل، فيها 10,000 زيتون، فيها 20,000 مشماش، والباقي مختلف الأشجار. نغلى الفراج ثون باني ميرا خصوصا نغلى بومب الكابل تريزيتي غرنا 45,000 شجرة ولا أكثر راح تيبس، بس ما بقالهاش راح تيبس، رانا في مدة تقريبا 20 يوم الفراج حابس. إمكانية الفلاحين البسيطة والمحدودة تمنعهم من إيجاد حل لمشكلة جفاف أضحى يهدد 45,000 شجرة مثمرة. احنا هاد ال 45,000 شجرة هذه نطلبوا من السلطات يعاونونا، يعطيونا كاش قرض ولا مضخة، احنا اللي ما كاين ولكن باه نجبدوه ما كانش، ما عندناش باش نجبدوا هذا الماء هذا، والان الفلاح راهو عجز ما عندوش الامكانيات باش يقدر يكمل هذا المشروع هذا، ما قدرش باش يكملوا. اليوم رانا نشدوا السلطات باش يدخلوا بتدخل عاجل باش ينقذوا لنا الاشجار هذو اللي راحين يبسوا. الفلاحون اليوم يستنجدون بالمسؤولين المعنيين لحماية ومنع زوال ثروتهم التي بدأت في الجفاف بفعل الحرارة هذه الأيام.